رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. هنبدأ مع بعض بص على اللي في الفرن كده سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا أنا مهلكه خالص براحتكم. بصوا يا سلام. سيبوا بقى إيه 5 دقايق وفكروني بليز. تعالوا بقى هنا نعمل وصفة برضو لطيفة عشان نشتغل وصفة جولشتاين. ماشي خلاص تمام. هنبدأ في وصفة جميلة مقاديرها بسيطة. طاسة البطاطس بالبيت دي هحط معاها جزر، عايزين تحطوا كوسة، عايزين تحطوا قرع عسلي، عايزين تحطوا فلفل ألوان، عايزين تحطوا بصل شرايح أخضر براحتكم خالص، يعني اللي انتوا بتحبوه. طيب عندي بطاطس مبشورة، هي أنا مش بشرها بشر، أنا عاملاها زي الأعواد كده زي ما حضرتك شايفينها كده، ونقعتها في مية ومعلقة خل، مية سخنة ومعلقة خل عشان تبقى كريسبي كده لما تدخل ايه تاخد التشويحه يعني. والجزر عملته بنفس الطريقه برضو اهو زي ما حضراتكم شايفينه كده خلاص. وعندي سوسيس متقطع شرايح برضو، تقدروا تحطوا بسطرمه، تقدروا تحطوا فراخ، تقدروا تعملوها باي حاجه. عندي معلقتين نشا، وعندي بيضتين، وعندي ملح وفلفل، وعندي زيت طبعا، وطبعا بقدونس وفلفل احمر مجروش اذا بتحبوا الطعم الحار، لكن انا طبعا ايه هعملها بس من غير فلفل حار. هاخد تشويحه الاول كده، هاخد شويه زيت بسم الله، وهديهم معلقه زبده مذابه كده يدوا طعم للبطاطس تحديدا. البطاطس مهمه قوي معاها، فيها طبعا شويه كالسيوم وفسفور. عايزه اقول لكم فيها فيتامين دي وبي 6 بيدعم صحه القلب، فيها كميه الياف حلوه قوي بتدعم صحه القلب، وفيها طبعا الفوليك اسيد بيحمي الاجنه، والياف كتير بتدي احساس بالشبع، وفيها كولاجين تخيلوا بيدعم صحه البشره، وفيها بيوتين، وفيها مضادات اكسده، تخيلوا ده كل ده في البطاطس، وفيها نسبه فيتامين سي لا باس بيها كمان. تعالوا كده ندي ايه رشه ملح خفيفه ورشه فلفل، ونشوح كده تشويحة حلوة تدي طعم كده للبطاطس بمعلقة الزبدة الحلوة دي مع معلقة الزيت. اللي لو عندكم فصين توم عايزين تحطوهم كمان تبقى روعة. هاخد معاها شوية بقى من الجزر، الجزر ده رائع، يا ريتكم في يعني تشربوا الولاد منه في الشتاء، مهم ليهم قوي. الجزر بيقوي النظر، فيه غني فيتامين ألف طبعا بنسبة كبيرة، ولما بنخلطه مع عصير البرتقال، لو عندكم عصارة الجزر لما بتخلطوه مع عصير البرتقال بيبقى متعادل، يعني الجزر بيعمل إمساك وعصير البرتقال ملين، فإحنا عايزين ما نعملهمش لا إمساك ولا إسهال، فممكن قوي زي ما قلت لحضراتكم نعملهم الجزر على الإيه على البرتقال يبقى عصير رائع مفيد جدا. هنقلب تقليبة حلوة كده، نشيل دول. نبص يا سلام استاذ والله، يا نهار ابيض تسلم ايدك شكرا. بسم الله. بصوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، الريحه حلوه قوي. تعالوا كده نقلب تشويحه حلوه، استوى بقى والجلاش تحت طري وبقى فيه طبق على الوش زي ما حضراتكم شايفين. بصوا الجمال، بصوا شايفين الجمال. ممكن اخد ده نحط عليه الايه البايركس بتاعنا، كان في طبق بقدونس بس طبعا. بسم الله يا سلام، هنشيله نحطه هنا. الريحه حلوه قوي، ولو في صوص بيتزا زي ما قلت لحضراتكم، صوص الطماطم اللي بالزعتر والريحان والروزماري، وفي فصين توم هيبقى روعه. تعالوا بقى كده
هناخد بقى من الشوية دول، هنيجي في الفايركس هاخد معلقة زبدة، ممكن هنا معلقة واحدة بس من النشا كده، تشرب اي سوائل ممكن تنزل من الشوية دول اللي انا عايزاها كريسبي، معلقة واحدة عشان تشرب اي سوائل موجودة هتنزل من الجزر من البطاطس كده. شايفين ازاي؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ هناخد كده معلقه كده، بسم الله، ايوه، من الزبده، هنا نفرش كده البايركس، وبعدين هناخد كميه من الحاجات الحلوه دي وليكن بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجات دي بقى يحبوها الولاد قوي، بس طعموا بقى بالحاجات اللي يحبوها، تقدروا تحطوا شويه صويا صوص، تحطوا معاها شرايح، انا حطيت سوسيس، ممكن حضراتكم تحطوا شرايح لحمه، شرايح لحمه بارده، بواقي فراخ مشويه، بسطرمه، بصوا كده ايوه، هي بقى تنفع ايه، طاسه بطاطس كده على البوتاجاز، وتنفع تتعمل كمان في الفرن، انا هعملها في الفرن عشان الحق اشتغل مع حضراتكم الايه الوصفه الحلوه اللي انا عايزه اعملها برضو بالجلاش. حلو ساعات كده الواحد يبقى نفسه في حاجه حلوه سريعه، نعملها بطريقه حلوه كده، بسم الله، اهو شايفين الجزر ده بيبقى مسكر طبيعي، سبحان الله، نسبة سكر طبيعية، مخلل بنحبه، اكل حادق بنحبه، في بسلة مع خضار بنحبه. شايفين ازاي؟ هحطه دلوقتي، بصوا بقى هعمله كده، بصوا، واحط تحت، لان السوسيس هنا هحط هنا بيض، هحط في النص هنا بيض، فعايزه السوسيس ما يبقاش ايه، حياه قلبي، والله انا مستنيه الجمله الجميله دي يا شيمو، والله تسلم ايدك يا ست الكل، انا لازم اشوف ماما يا شيمو، يروح قلبي من هنا كمان. ده انا عايزه اقول لك بقى، دي يعني انا يعني ربنا كرمني بجد في الشغلانه دي او في الكارير ده بمحبه الامهات والتتات والجدات، لانه بجد انا ده شيء بيسعدني جدا. بصوا بقى حطيت شويه شيدر كده، وبعدين هنحط البيض بقى، حط البيض فين هقول لكم دلوقتي، حبه هنا بقى عشان هحط البيض هنا في الحفره. يا سلام، الله ينور عليكم، خبره والله، ما شاء الله ما شاء الله. انا بقى بحب الايه الرجال اللي هم ايه بيدخلوا ويساعدوا، ها، خبره من غير ما يدخلوا ويساعدوا، خلاص انا سحبت الجن بياكلوا بس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كده كده، اه مظبوط، خلي دلوقتي كده ناخد البيضه الاولى، بسم الله، يا سلام، عشان انا بكسر بيضه بيضه مع حضراتكم عشان اطمن ان احنا في الصيف بخاف من البيض قوي، بخاف منه جدا، بيض بقى فوائده كتير، بروتين، بيدعم المناعة، بيقوي العظم، بيمد الجسم بطاقة، لأنه فيه فيتامين بي 2 وفيه بي 12، عايزة أقول لكم لصحة الشعر، الأعصاب، بي 12 ده مهم قوي، مهم للضوافر، صحة العيون والكبد، عايزة أقول لكم يعني حاجات، وما نكترش عشان الناس اللي بتشتكي من الكوليسترول والانتفاخات. بصوا كده، بصوا بقى، رشة ملح خفيفة، رشة فلفل خفيفة، بواقي الجبنة بقى،
مهمة جدا. طعم بقى روعة. يلا بينا ندخلها الفرن. أحلى حاجة موضوع الفرن ده. كده بقى جنبها جبنة بيضة، عايزين لبنة خفيفة، عيش حبة محمصين كده ويتاكلوا مع البيض وكل واحد ينقنقها بالشوكة. حاجات لطيفة جدا وفيها كل حاجة اهو. وإيه واستغلينا شوية حاجات بواقي عندنا، حاجات نقدر نستغلها كويس ونعمل منها حاجة لطيفة. طبعا إضافات الخضروات دي زي ما حضراتكم تحبوا، زي ما أنتوا عايزين. ممكن نضيف زي ما قلت كوسة وفلفل ألوان، بصل أخضر، بصل قرع، شوية بطاطا متقطعة، الحاجات الصحية الجميلة دي اللي بتدي تيست وطعم حلو.